أرى كلاماً في عينيك يا ذا نفر. إنه أبرح سيأخذ من فعلة الكناني في كنيسة شهداء نجران بصنعاء حجة له، وما أظنه إلا غازياً لدياره. ويحه، ما له ولقريش؟ نحن قوم تجار، لا حرب لنا ولا أعداء، وإذا دهتنا داهية بذلنا ما لنا وكرماً وما لنا من محبة وهيبة في قلوب العرب. نحن أهل الحرام، أرضنا حرام ودماؤنا حرام. يا سيد مكة، إنني أبرحة أطماع كبيرة، إنه يريد ملك الحجاز ومد سلطانه بسلطان الروم في الشام، فلا ينازعه منازع في جزيرة العرب، وبذلك يسيطر على طريق القوافل والتجارة ويمنع الفرس من غرب الجزيرة. أظنه سيحاول جذب العرب إلى دينه، وإن رفضوا سيكرههم على ذلك. فالحذر الحذر يا سيد مكة. قلت عين الصواب يا ذا نفر. ستكون هذه التجارة لنا، نجني أرباحها، نتحكم فيها من الشام إلى اليمن، فعبر مرافئنا تأتي تجارة الصين والهند والحبشة من حرير وبخور ولبان ونعام وعاج وتبر وجواهر وسيوف وألبسة وتمور. فلما نترك هذا النهر من الذهب يتدفق ويصب عند هؤلاء الأعراب يتحكمون فيه، بل يصب عندنا ونمنع احتكار فارس لمنتجات الصين والهند. فالمال هو السلاح الأمضى لعز الملك واقتناء السلاح واصطناع القبائل. صدقت يا مولاي. قلت لي الكعبة تلك رمز وحدتهم؟ بلى يا مولاي. سأهدم كعبتهم تلك. أزرك الرب يا مولاي، مد الرب بملكك يا مولاي. هكذا إذن يا ذا نفر، الطاغية الأشرم سيغزو الحجاز ويصل ملكه بملك سيده الرومي في الشام، وتصيرون أثراً بعده. يا رب الكعبة، أي بلاء هذا؟ من هذا القادم إلينا يستعرض أهل القافلة؟ إنه حبر يهودي، ما أن يسمع بقافلة قادمة من مكة حتى يأتي ويستعرض من فيها. أأنت من مكة يا سيدي؟ بلى، إنني من مكة. بل إنه سيد مكة أيها الحبر. أنت سيد مكة؟ عبد المطلب بن هاشم. دعني أنظر إليك. على ألا تنظر لعورة. إن فيك نبوة أيها الرجل. نعم، إن فيك نبوة. أفصح أيها الحبر. نبي سيأتي من صلبك، أتى أو سيأتي، وصف لنا في كتبنا يقيم مع وجه من دين نبي الله إبراهيم. فهذه صفتك التي وصفت لنا في كتبنا التي نختزنها إنه حق النبي، لكن أحبارنا لن يؤمنوا به رغم معرفتهم بأنه نبي مرسل من عند الله عز وجل، وسيجاهدون ويغدرون به حسدا وغلا كما فعلوا بنبي الله عيسى ابن مريم. ويلتاه، اليهود قوم لقد غيروا وبدلوا في شريعة موسى، ولسوف يناوئون نبي الله الذي سيأتي من صلب هذا الرجل الموصوف لنا بصفته ونعته، ولسوف يبوؤون بخسران مبين. يا ويلتاه، قتل يهود،
ذبح يهود، يا ويلتاه، إنهم يعاندون الحق. سأغزو الحجاز وأبسط ملكي على بلاد العرب وأسيطر على تجارتهم وقوافلهم وأكرههم على الدخول في المسيحية باللين أو بالشدة، ولسوف أهدم بيت أصنامهم وأزل سدنته، وعندها سيصغرون في عيون قبائل العرب، فهو بيت أصنام لا يضر ولا ينفع. ألا سوف أحرف حج العرب إلى كنيسة شهداء نجران فتصير مقصد العرب. إن تنصير العرب هدف عظيم لن أحيد عنه. إلى أين تقصد أيها السيد؟ ومن أين أنت؟ أنا من يهود الشام، خرجت إلى بلد اسمها يثرب. ألك حاجة فيها؟ بلى يا بني، حاجة. إن كان لا يضيرك ذلك فقل لي. لا يا بني، إنه لا يضيرني، أنا حبر يهودي من كبار أحبار الشام. نظرت في كتبنا وأدركت أن نبيا سيخرج من جوار بيت أبينا إبراهيم، وستكون يثرب مهاجره. جئت يهود يثرب لأنذرهم وأدعوهم إلى نصرته حالما يبعث. أهو مبعوث أيها الحبر؟ بلى يا بني، إنه وصية أبيه إبراهيم من نسل إسماعيل، وأرى أن أيامه اقتربت وحقت نصرته على من يعرفه وعلى كل ابن أنثى حالما يظهر دينه. ولأن اليهود والنصارى يعرفون ذلك حق المعرفة فهم أولى الناس بنصرته. فمن أي الديار أنت يا ولدي؟ من مكة، من بلد النبي المنتظر. ليتني أحيا إلى أن يبعثه الله. انصره يا بني، انصره، إن نصره حق عليك وعلي وعلى الناس جميعا. ليتك تحيا يا زيد، ليتك تحيا إلى أن يبعثه الله. ألا ترافقني أيها السيد؟ دعني يا بني وامضي، إنني ماض إلى غايتي. ولكن ألا تخشى وحشة الطريق ووحوش البرية؟ لا يا بني، ما أسعى إليه أسمى من أن أخشى في سبيله شيئا. رعاك الله يا ولدي، رعاك الله. مرة تلو المرة يا زيد، مرة تلو المرة، ألا تكتحل عيناي به؟ ولكن بما تدين يا بني؟ أدين بالحنيفية، أدين بدين نبي الله إبراهيم. وأنا أدين بتوراة موسى قبل أن يحرفه الفريسيون، وفي التوراة وجدت صفة النبي المنتظر الذي سيختم الله سبحانه به الأنبياء ويكمل دينه ويتمم رسالته للعالمين، وهو خاتمة الأديان إلى يوم القيامة.